معنا سعادة الدكتور فتحي ندى. دكتور فتحي ندى هو نقيب المهن الرياضية المصري وعضو مجلس النواب. ودكتور فتحي ندى له الحقيقة يعني نشاط ملحوظ في نقابة المهن الرياضية، وأكيد النقابة سيكون لها أيضا دور كبير في معالجة بعض الإشكاليات الخاصة بالطواقم الفنية والجهاز الفني للأندية والألعاب المختلفة. فما هي الإجراءات التي اعتزمتها النقابة لكي تقوم بوضع بعض الحلول للإشكاليات التي أثرتها فكرة توقف الأنشطة أو تعليق الأنشطة الرياضية؟ مرحبا بك دكتور فتحي والميكروفون معك. أهلا بحضرتك يا دكتور عادل، وفرصة سعيدة جدا أن احنا نكون بين القامات اللي على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني وعلى المستوى المحلي والدولي، احنا بنتشرف بيهم جميعا، وعلى رأسهم أستاذنا الأستاذ الدكتور حسن مصطفى والمهندس هشام حطب والدكتور ناصر القحطاني. بنرحب بالسادة المستشارين وكل الدول العربية والدكتور عز. واحنا الحقيقة على النقابة، هي في كل دولة جهة مسؤولة عن تراخيص مزاولة المهنة بنص الدستور. اللي مسؤول عن تراخيص مزاولة المهنة داخل مصر في مهنة المدربين أو الإداريين هي نقابة المهن الرياضية. طب إيه اللي حصل؟ حصل الحقيقة توأمة بيننا وبين وزارة الشباب والرياضة على رأسهم السيد الوزير الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وحصل تنسيق في إما بدعم على المستوى المادي، فصرفنا 3 شهور للمدربين، صرفنا 2 شهر للأسف للمدربين من ميزانية النقابة لغاية ما يتم عودة النشاط مرة ثانية. حاجة تانية ان احنا قدمنا العديد من الندوات وجبنا الأساتذة المتخصصين في كليات التربية الرياضية من خلال لجنة القطاع التربية الرياضية في المجلس الأعلى للجامعات، على أساس نقدم ايه اللي ممكن، الوسائل الاحترازية اللي ممكن تتم. الحاجة التانية اللي أنا كان نفسي الندوة تعملها إن إحنا نتكاتف جميعاً كل في موقعه على كيفية عودة النشاط الرياضي، لأن عودة النشاط الرياضي في كل دولة بيختلف عن الدولة التانية في ضوء انتشار فيروس كورونا ونسبته عاملة إزاي، وبالتالي عودة النشاط هيختلف هنا في الطريقة اللي إحنا هنبقى مؤهلين لها كدولة، مؤهلين لها كهيئات رياضية هتعود إزاي. وأنا بضم صوتي لصوت الدكتور حسن مصطفى في أن عودة النشاط الرياضي في الألعاب الفردية زي السباحة وألعاب القوى يكون فعلا بنيجي من السهل للصعب. والحاجة التانية أن احنا عارفين أن التجمعات بتحصل في الألعاب الجماعية وعلى رأسهم كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة، فهل احنا لما نيجي نستوعب ونقول عودة للجمهور هيبقى عودته ازاي؟ وهل اللي شفت اخطر تصريح كان يهمنا احنا كمتخصصين في المجال الرياضي، التصريح اللي قاله رئيس منظمة الصحة العالمية وهو بيوصي بممارسة الرياضة لرفع كفاءة الجهاز المناعي. احنا كنا المفروض ناخد التصريح ده إن رئيس أكبر هيئة مختصة لمنظمة الصحة العالمية هو بيتكلم على ضرورة أهمية ممارسة الرياضة لرفع كفاءة الجهاز المناعي، وسواء في قطاع الممارسة أو قطاع المنافسة. فإحنا المفروض نقدم رسالة للعالم كله نقول إزاي نمارس الرياضة في المنزل work at home. يعني إحنا لازم نتكلم على الرياضة إزاي نمارسها، عشان هي من أفضل الحاجات اللي فعلاً بتقاوم فيروس كورونا. طيب إحنا عندنا 3 تشعيبات موجودة في النقابة، شعبة التدريب وشعبة الإدارة وشعبة المعلمين. تعاون مع وزارة الشباب والرياضة سواء في قطاع التدريب، إن إحنا لما نيجي نتكلم على الأندية ومراكز الشباب إيه التعاون اللي ممكن يتم وإيه الشكل والكيفية بتاعته. فالحقيقة قطاع البطولة ممثل في اللجنة الأولمبية، واللي أنا بحيي فيه المهندس هشام حطب على الإدارة الجيدة المتميزة خلال الفترة الحالية اللي احنا بنتكلم عليها، ان احنا عايزين نقول ان في منتج
الدولة المصرية واخدة بالها منه قوي، اللي اسمه الرياضة المصرية في قطاع البطولة العالمية. والرد اللي أنا سمعته من المهندس هشام ده بيدل على إن أنا سمعت إن في تنسيق وتناغم بينه وبين وزير الشباب والرياضة وبينه وبين القيمة والقامة الدولية الدكتور حسن مصطفى. وإحنا بنقول للمهندس هشام حطب إن النقابة وهي الضلع الثالث هي جاهزة، إن إحنا لو في أي حاجة في تراخيص مزاولة المهنة، إن إحنا بدأنا نقدم كل 3 سنوات لتجديد عقد المدرب، لابد إنه يكون مطلع على الجديد عامل إزاي. لأن النقطة اللي قالها، هختتم بيها كلامي، اللي قالها الدكتور حسن مصطفى على معدل ضربات القلب هي الأساس للمعيار في التدريب الرياضي، اللي إحنا المعادلة الشهيرة اللي حاكمة العالم كله في التدريب اللي هي 220 ناقص عمر الإنسان في الوحدة عالمية. لما بنيجي نتكلم في حمل ضعيف او متوسط او اقل من الاقصى او اقصى، فعلا ممكن وحصلت للاعبين وهم بيسموها الموت المفاجئ، وكانت ظاهره. هل الظاهره دي كانت تستحق الدراسه؟ نعم. وما زالت؟ نعم. عشان كده احنا الندوه جيده ممتازه، بضم صوتي وبشكر القائمين على الندوه، وبنقول مزيد منها عشان نعمل توعيه، وبشكر حضراتكم جميعا. شكرا جزيلا دكتور فتحي على المشاركة القيمة دي. ويمكن احنا الهدف من الندوة دي ان احنا برضو نشوف ايه هي الحلول اللي ممكن في المنطقة العربية تقدر ان احنا نتخذها خلال الفترة القادمة عشان عودة النشاط. ويمكن دكتور حسن مصطفى زي ما اتكلم على الدور الالماني ان هو هيرجع الاسبوع القادم او في الجمعة القادمة، في كمان تجربة حاليا كوريا الجنوبية، الدوري ابتدى الأسبوع الأول يوم 8 مايو الماضي واشتغلوا فعلا وخلصوا الأسبوع الأول في كوريا الجنوبية. فأعتقد برضو وجود كوريا الجنوبية بجانب الصين، لا أكيد طبعا طبعا دكتور حسن مصطفى بيقول إن الدوري هيكون من غير جمهور، أكيد زي ما دكتور حسن مصطفى اتفضل وقال إن أي عودة في النشاط هتبقى حاجة تدريجية، فطبيعي برضو الجمهور في كل الدوريات اللي ابتدت تاني بيلعبوا من غير جمهور في الفترة الأولى لغاية إن شاء الله لما يكون في يعني شيء إيجابي على مواجهة هذا الفيروس. ننتقل لدولة عربية أخرى، المملكة العربية السعودية، وصديقي وأخي أستاذ إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، وهو كمان عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وزي ما اتكلمنا ان في دلوقتي هو دول في اسيا استعادت النشاط مره ثانيه، فنحب ان احنا نعرف منه وضع الدوري السعودي بصفته كمان يعني اكبر دوريات في المنطقه العربيه وعدد لاعبين محترفين وارقام كبيره جدا موجوده في الدوري السعودي، والاجراءات اللي بيتم اتخاذها في للدوري السعودي، وكمان على المستوى المسابقات الاسيويه. هل المسابقات الاسيويه هيبقى فيها استمرار عشان في مثلا دول تكون في اسيا استعادت النشاط مره ثانيه، ولا هيبقى في توقف للبطوله الاسيويه لغايه لما كل الدول الاسيويه تقدر ان هي ترجع النشاط مره ثانيه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في البدايه تقدم بالشكر للمنظمه العربيه للتنميه الاداريه على هذه الدعوه الكريمه، وأتشرف بالتواجد مع عمالقة وأساتذة في المجال الرياضي نفتخر فيهم في الوطن العربي. نتفق جميعا أن كرة القدم أو رياضة كرة أو صناعة كرة القدم ككل هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، وتعتبر مفصل من مفاصل الحياة المجتمعية ومفصل من مفاصل الدولة. لذلك تم اتخاذ قرار احترازي بإيقاف النشاط الكروي، وأيضا تم اتخاذ قرار من وزارة الرياضة بإيقاف النشاط الرياضي أيضا، وكان كل هذا في منتصف شهر مارس. فحتى اللحظة نشاط كرة القدم في المملكة العربية السعودية معلق حتى إشعار آخر. بالأمس صدر بيان من رابطة الدوري بوجود اجتماع مع أعضاء الرابطة مع الأندية الأعضاء لمناقشة عودة الدوري كأقرب فرصة متاحة أن تكون عودة الدوري تقريبا في شهر أغسطس، قد يكون في منتصف أو نهاية شهر أغسطس. طبعا عودة النشاط الرياضي تعتمد على عدة عوامل. أولاً كما يعلم الجميع الوضع الصحي الموجود في الدولة،
من سواء من انتشار الفيروس او من انحساره. ونتمنى ان شاء الله باذن الله قريبا ان نرى الانحسار على في جميع دول العالم. وايضا يعتمد على الظروف او خلينا نقول العوامل اللوجستيه كظروف الطيران، اشتراطات السفر، كان يكون مثلا في بعض الدول قد يكون في منع على دخول بعض الجنسيات او الجنسيات التي تاتي من دول مثلا منتشر فيها الفيروس بشكل كبير. وايضا عامل الجو، فهذا يعتبر من احد العوامل المهمه. لذلك تم تحديد شهر اغسطس كتاريخ مبدئي، على اساس ان شهر اغسطس هو كان التاريخ المجدول مسبقا لبداية الموسم القادم. فالمقترح الآن أن يتم استئناف المسابقات في شهر أغسطس لمدة شهر تقريبا، ثم إنهاء الموسم الحالي، وممكن يكون فيه مثلا توقف لمدة شهر أو حولها، وذلك لفتح المجال للأندية سواء للاستعداد للموسم المقبل أو التغييرات التي قد تحدثها الأندية في جلدها خلونا نقول. وهذا يفتح المجال أيضا أو يفتح الباب للسؤال الآخر اللي هو يتطرق للمسابقات الآسيوية. التواصل مستمر مع الاتحاد الآسيوي بهذا الخصوص، سواء في لجنة المسابقات أو سواء بين الاتحاد السعودي كاتحاد عضو وبين الاتحاد الآسيوي. مسابقات الاتحاد الآسيوي من البديهي أنها لن تستطيع أو لن يستطيع الاتحاد الآسيوي استكمال مسابقاته إلا حين توفر الظروف المناسبة لجميع الاتحادات المشاركة. فلو نأخذ غرب آسيا على سبيل المثال، أغلب الدول أو أغلب الاتحادات الموجودة في غرب آسيا سيكون استكمال النشاط فيها تقريبا بين أغسطس وسبتمبر، كما سمعنا في الأخبار، وكما يعني تم من تواصل بيننا وبين الاتحادات الشقيقة. فلذلك الأقرب والأحوط للاتحاد الآسيوي، وهذا من هذا ليس تصريح على لسان الاتحاد الآسيوي لكن هو نابع من التواصل بيننا وبين الاتحاد الآسيوي، إنه سيكون بعد ما تسمح الظروف لإقامة المباريات وتسمح ظروف أيضا السفر بين الدول المعنية للاتحادات المشاركة، عندما تسمح الظروف بالسفر بين هذه الدول. فغالبا قد يكون استئناف أيضا البطولات الآسيوية كما وردنا أن يكون بعد استئناف المسابقات المحلية. سؤال تاني برضو إبراهيم، هل في توصيات صدرت فيما يخص، يعني دكتور حسن مصطفى قال ان عقود اللاعبين وعقود المدربين ان يتم التفاوض وده شيء افضل من ان يبقى في التجاء للجانب القضائي، هل الاتحاد السعودي لكرة القدم خد اي اجراء او توصية فيما يخص تخفيض عقود اللاعبين؟ طبعا بناء على التعميم اللي صدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم، واللي يشجع فيه الأندية ومنسوبي الأندية من لاعبين ومدربين على التفاوض على المدد المتبقية من العقود أو خلال فترة توقف النشاط للأشهر القادمة. فتم الاتفاق بين رابطة دوري المحترفين في المملكة العربية السعودية والأندية الأعضاء، الاتفاق بوصول أو اتفاق فيما بينهم بإجراء موحد تتخذه الأندية في مفاوضاتها مع اللاعبين، وتم الاتفاق على هذا الإجراء. وتم أيضا وبدت الأندية في مفاوضة المدربين واللاعبين، وحسب ما وردني أن يعني حسب ما وردني من الرابطة ومن الأندية أنهم قطعوا شوط كبير جدا في المفاوضات، بحيث أنه يكون اتفاق بين الطرفين وليس يكون قرار من طرف واحد. شكرا الأستاذ الفاضل الأستاذ إبراهيم. الأستاذ إبراهيم طبعا كان مداخلتك، احنا بنشوف الموقف حاليا في كل الدول وازاي ان احنا نستطيع
نصل الى صيغه توافقيه في النهايه او تنسيقيه وفقا لمقتضيات الحال ووفقا لظروف كل دوله. نعود مره ثانيه الى المنصه ومعنا سعاده المستشار ايمن عبد الرحمن وهو نائب رئيس هيئه قضايا الدوله والمستشار القانوني للجنه الاولمبيه المصريه. بنرحب بيك دكتور ايمن. ان شاء الله احنا بنحاول نشوف يعني الوقت احنا في تعليق كما ذكرنا في السابق او توقف للانشطه الرياضيه والعقود التي ابرمت بالفعل زي ما كنا في السابق سواء عقود لاعبين او عقود رعايه سنويه. هذه العقود المفترض انها لها موعد لنهايتها ستنتهي في نهايه الموسم. هل سيتم تمديد هذه العقود؟ هل ما اعلنته الفيفا من بشان تمديدها هل هيكون بالنسبه لنا فيما يتعلق سواء بالعقود المحليه او بالعقود الداخليه للانديه موقف العقود وموقف التوازن اللي بدا الحديث فيه الدكتور حسين المستشار حسين وعلق عليه سعاده الدكتور حسن مصطفى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم سواء كان في القاعة أو عبر التواصل الاجتماعي، لا شك أن أنا قد تعلمت كثيرا من هذه المداخلات وأن أنا هدخل في الموضوع مباشرة. سؤال سعادتك بيتضمن ثلاث حاجات: أول حاجة عقود الرعاية، ثاني حاجة عقود إعارة اللاعبين، ثالث حاجة الحلول المناسبة لحل هذه المسائل الناشئة عن وجود جائحة فيروس كورونا. بالنسبة لعقود الرعاية، هذه العقود هي مش عقد واحد في حقيقة الأمر، هما عقدين: عقد بين الشركة الرعاية والنادي، ثم عقد بين الشركة الرعاية والشركة المعلنة. يعني مثلا لو خدنا مثال على نادي إكس، مثلا نادي إكس اتفق مع الشركة بي إن هو إنها تقوم برعاية الفريق بتاعه، بمجرد ما بتقوم بهذا بإبرام هذا العقد اللي هو بمقابل مبالغ تلتزم به الشركة بالصرف على النادي في أوجه أنشطته، معسكراته، المدربين، شراء اللاعبين وما إلى ذلك، مقابل كده الشركة دي بتعمل عقد آخر مع شركات معلنة بمقتضى الشركات المعلنة تقوم بترويج منتجاتها من خلال النادي محل الرعاية. ففي حقيقة الأمر عقود الرعاية دي هي عقود مزدوجة مش عقد واحد، عشان كده كنا لازم يعني نوضح كلمة عقود الرعاية دي بالمعنى المزدوج ليها، إن هو عقد بين الشركة الرعاية والنادي، ثم عقد بين الشركة الرعاية و الشركات المعلنة. طيب ايه اثر جائحة كورونا على سريان هذه العقود؟ كما تفضل معالي المستشار حسين بيه مصطفى وقال ان هذه العقود بتخضع للقاعدة العامة، في قاعدتين بيحكموا العقود. القاعدة الاولى العقد شريعة المتعاقدين، معناه ان لازم العقد ينفذ يعني ينفذ. طيب في استثناء على هذه القاعدة، ايه هو الاستثناء ده؟ اذا حدثت ظروف طارئة بعد ابرام العقد وقبل تنفيذه أو أثناء تنفيذه، إيه اللي يحصل؟ هنا نتساءل سؤالنا: لو كانت الظروف الطريقة دي من شأنها أن تصعب أو ترهق المدين بالالتزام أو الشركة المدينة بالالتزام، أن ترهقها في تنفيذ التزامها، في هذه الحالة بنلجأ إلى نظرية التوازن التعاقدي. يعني التوازن التعاقدي يعني نقول للطرفين كل واحد فيكم يتحمل ايه جزء من هذه الخسارة عشان ما ننتهيش الى فسخ العقد او انقضائه. طيب اذا كان الظرف الطارئ ده بقى من شأنه ان يجعل التزامات الشركات مستحيلة، في هذه الحالة قولا واحدا العقد هنا ينقضي. ده بالنسبة للشق الاول من او الموضوع الاول من السؤال. بالنسبة للشق الثاني اللي هي عقود الاعارة، لاعب من اللاعبين في النادي الأهلي، الأهلي أعار أحد لاعبيه إلى نادي الاتحاد مثلا، وزي ما حضرتكم عارفين أن الإعارة هنا لمدة عام. طيب المدة عام بتنتهي في طبيعة في الغالب من الأمور 100% من الأمور بتنتهي في نهاية الموسم اللي هو شهر 5 أو 1/6 بالكتير. طب ما هو القول بالنسبة للحالة اللي احنا بصددها أن الدوري أو المسابقة ممتدة؟ هل عقد اللاعب دوت المعار ينتهي في نهاية الموسم اللي كنا متفقين عليه، ولا
يمتد لغاية نهاية الموسم بفعل جائحة كورونا. هناك رأيين قانونيين. الرأي الأول بيقول أن عقد الإعارة دوت منصب على مدة، وطالما منصب على مدة انتهت المدة ينقض العقد، يعني تيجي نهاية 5 يبقى انقضى العقد. الرأي الثاني بيقول لأ، هنا امتداد المدة هنا كان بفعل خارج عن أطراف التعاقد، وفي هذه الحالة تمتد الإعارة استثناء لانتهاء الموسم. وأنا من أنصار الرأي الأول، لأن هذا العقد ينصب على المدة ولا ينصب بصفة أساسية على أداء اللاعب لصالح النادي المعارضين. ده رأيي الشخصي. وعلى فكرة دوريين من الدوريات الأوروبية طبقوا الرأي اللي أنا بقول عليه، الدوري التركي والدوري التشيكي تقريبا، يعني تقريبا هم دول اللي طبقوا الرأي الأول بالنسبة لعقود الإعارة. نيجي بقى للسؤال الثالث، هو كيفية فض المنازعات. أنا أضم رأيي لرأي معالي الدكتور حسن مصطفى إن إحنا في مثل هذه الجائحة يجب إن إحنا نلجأ إلى الطرق الودية لفض المنازعات. أهم حاجة في الطرق الودية دي أو أساسها إن إحنا نعمل عملية ترتيب للالتزامات بحيث نحمل الخسائر على الطرفين، بحيث يرتضوا هذا التحمل المتبادل اللي احنا بنسميه نظرية التوازن العقدي، حتى في حالة القوة القاهرة، من أجل استمرار النشاط والأحداث الرياضية. شكراً.